أيضا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من سافر من بلده إلى جدة ثم أدى العمرة فهل يحرم من جدة؟ إذا سافر من بلده خارج المواقيت يريد العمرة فإنه يحرم بالميقات الذي يمر عليه من المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يتعدى الميقات الذي على طريق وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم من ذلك الميقات، فإن تعداه فإنه يرجع إليه ويحرم منه، أما إن تعداه وأحرم بعد ما تعداه ينعقد إحرامه ويؤدي النسك، ولكن عليه فدية عن تعدي الميقات. نعم.